الجلسة عرفت ردود أو يعني مرافعة النيابة العامة في إطار الرد على مجموعة من الدفعات الشكلية التي أثرناها كدفاع. طبعا كما تتبعتم من خلال يعني معرض مرافعة النيابة العامة، يعني نحن كدفاع سنتولى في الجلسة المقبلة التعقيب على الدفعات التي نعتبرها، طبعا هذه الردود لم تقنعنا سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية. طبعا التعقيب عليها سيثير مجموعة من النقاط القانونية التي توضح وتبين بالملموس صحة ما أثير بشأن الخروقات الجوهرية التي شابت الإجراءات المسطرية في هذا الملف. طبعا يعني الدفاع لما أثار دفعاته الشكلية يعني كان يعني متيقنا ومؤسسا لها من قبل ويعلم يعني المستندات القانونية. لحد الآن أنا كدفاع لم أقتنع بالتعليلات أو الحيتيات أو المبررات التي صاغتها النيابة العامة في إطار أو في معرض دفاعها عن صحة الإجراءات المسطرية في هذا الملف. طبعا الرد لا يمكن أن يكون رد، يعني المقام لا يسمح بالرد فيها، ولكن سنرد عليها في إطار التعقيب في الجلسة على المرافعة النيابة العامة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.